في إطار محاربة الجرائم بمختلف أنواعها، تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خنشلة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات. حيثيات القضية تعود إلى تسجيل المصالح الشرطية بخنشلة للعديد من القضايا تخص سرقة المركبات بإقليم الاختصاص، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة بالإضافة إلى استغلال تقنيات الحديثة للتحريات، أين تم الكشف عن هوية أفراد الشبكة الإجرامية التي تنشط عبر إقليم 5 ولايات بما في ذلك ولاية خنشلة. التحقيقات المستمرة في القضية أفضت إلى أن الجماعة الإجرامية تستغل مجموعة من أجل فتح وتشغيل المركبات بطرق احترافية، استلام المركبات المسروقة، تزوير واستعمال مزور في البطاقات الرمادية، بالإضافة إلى بيع المركبات المسروقة على مستوى الإقليم الوطني. خلال العملية الشرطية التي تم إنجازها، تم الكشف عن هذه المجموعة الإجرامية البالغ عددها 7 أشخاص.